السؤال قال لك شحال عطيتيها في الصداق ديال من ديال نهيله؟ صداق حلال. يا السلام خوتي خواتاتي، شي فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي ندير لكم فيديو ديال كيسيو ريبوند، كما وعدناكم بمناسبه قريبه قربنا نكملوا 2 مليون ان شاء الله. قلنا ندير لكم كيسيو ريبوند وسولونا بالخصوص ديال الخطوبه، يعني شي اسئله الخطوبه الاخيره اللي درنا لكم واللي عجباتكم بزاف. وشكرا بزاف على الميساج ديالكم. حطيت لكم بوست في انستغرام قلت لكم سولوني نجاوبكم. سولتوا يا خوتي غادي نجاوبكم دابا. قلت لكم سولوني بخصوص الخطوبه صافي، يعني السؤال اللي من غير خطوبه، يعني بلا ما نحتاج نجاوب عليه، ديجا عارفين نتوما الاجوبه ديالو. غادي نجاوبوا على الاسئله اللي دو على الخطوبه واللي فات السنين ديال الخطوبه. صافي انت الاول ولا انا؟ انا 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 مسكريني وقع لي واحد فاش قال الله درت الاول، قالت لينا تو شنا هي الحاجه اللي تقدروا تخافوا منها من بعد الزواج. نجاوب انا ولا انت؟ بجوجنا، راه تقالش مجال سولتنا بجوجنا. الحاجه اللي نقدروا نخافوا عليها من بعد الزواج والو نتفارقوا. وحنا ما نفكروش نتفارقوا باش نتفارقوا. ايوا المهم كومي ما كاينه حتى شي حاجه دابا اللي غادي يخافوا منها من بعد الزواج. قال لك واش غادي تجيب دي جي ولا ما غاديش تجيب دي جي؟ فاس غادي نجيبو دي جي. ما عرفتش ولا حاجه بين ضروري غادي يكون، ضروري يكون دي جي اخوتي، ضروري ضروري. ديالنا غادي يكون خاص مي لا رشيدة قالت واش غادي ديروا لنا فلوغ في عرسكم ولا غيكون بريفي ما غاتشاركوش من بروف عليكم والله يسهل عليكم. غندير فلوغ ولكن مي ما غاديش اذا يكونوا في حاضرين الناس ولا شي، غيكون غندير لكم فلوغ باش تحضروا الاجواء بحال كنتو معانا. هو راه غادي تشوفوا الفيديو بحال كنتو، بحال داك الفيديو ديال الخطوبه بحال هكا، يعني غندير لكم فيديو بحال كنتو معانا وصافي. فين غادي ديروا بلاتي السؤال ديال هاجر؟ قالت لك فين غادي ديروا العرس؟ غادي نديرو فواحد القاعة اخوتي. المهم حتى الفلوق غادي تشوفو كلشي، يلا كيصايبو فواحد القاعة وداكشي باقي جديدة. المهم ما معروفاش فوالا. السؤال قال لك شحال عطيتيها في الصداق ديال من ديال نهيلة؟ قلت شحال غنعطيك في الصداق؟ شحال بغيتي في الصداق؟ معرفتش كيتفاهمو العائلة ماشي حنا. معرفتش انا ماشي انا اللي غادي نشري هداكشي، راه عندي بحال احساس الدنيا. 2 مليون لا ما كافيانيش. خوتي داكشي ديال الصداق وداكشي كيبقى كما قالت لكم بالعائله، انا ما في خباري والو، هي ما في خباري والو، يعني هما العائله ديالهم الوالده الوالد مع خباها هما هما اللي كيجيبوا داكشي وكيديروا داكشي. قالت لك وميمارانيا واش غادي ديروا عرس غير عائلي ولا فيه عرس كبير فيه دي فان وشي ديليكاس لولدي رايان؟ ديليكاس لولدي رايان جاوبها في هذا المثال. غادي يكون بين العائلة وبين اللي كنعرفو. بارك العائلة اخوتي، حيت راه داك المشكل اللي كنت تكونوا شفتوا الفيديو اللي فات. بارك اخوتي على العائلة بيناتنا وصافي. وغادي ندير لكم فيديو وسبوني. قال لك واش تجوش رشيد؟ قلتها مع واش رشيد ناري يا صاحبي السمية ما يمكنش نقولها، شوف كيديرها. مهم خويا رشيد، واش تزوجتوا عن حب ولا غير على قبل الجمهور باش ما يجيش عليكم بالخير؟ كيفاش على قبل الجمهور باش ما يجيش علينا بالخير؟ اصلا الجمهور كاينين الناس اللي كاينين، انت كدير لهم والو كاين، يعني علاش غادي نحتاج انا ندير لهم خاطر هما دوك اللي كاين؟ يعني تزوجتني عن حب. ويلي انا غادي نخشي حياتي في شي حاجه ما كنبغيهاش باش ندير خاطر الناس، راه ما يمكنش. عرفتي عرفتي نقول 90% ديال الاسئله كيقول امتى العز، امتى العز، امتى 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 امتى. غادي نخليوه حتى الله خير ان شاء الله ونجاوبو. ناري شحال امتى والمشكل انا اللي حطيت لهم ستوري قلت لهم ما تسولونيش على الوقت امتى، ومع ذلك كيسولوني. شحال طلبت منك في هذه الدقيقه؟ شحال بغيتي انت؟ شحال بغيتي؟ ما عرفتش عليها. وشحال امتى غادي ديروا عرس؟ وبزاف كلشي ماشي حتى 90% 99%. امتى العرس اخويا؟ معاون نوجد تكشيرتي. معاون نوجد تكشيرتي. وا كلشي امتى 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 امتى. وا والله الا كلشي حق الله تا كلشي، انا دابا كنقرا كلشي. سولي عقد غادي ديرو قبل العرس ولا نهار العرس؟
قبل قبل اخوتي خوشي هذا الفيديو اللي درناه على وقت امتى؟ والله شاد بزاف حق الله. المشكل هو انني حاط ستوريك لي مخوتي راه ما غاديش نقول الوقت امتى غادي، علاش؟ باش ما يعرفش بنادم امتى غادي نديرو حنايا تنديرو لكم فيديو. علاش؟ حيت كما شفتوا الفيديو اللي درنا لكم ديال فاش لقينا فاش قفوا هذ ديك اللعيبه ديال السفاف سميتو، فمبغيناش نخرج نقولو امتى باش بنادم الا كان باغي يقولك شي حاجه خايبه ما يعرفش الوقت امتى. المهم نديرو حنا بريفي حتى نساليو لوح الديم كما بحال الخطبه اللي درنا لكم، حتى سالينا عاد حنا وليده ماشي كلشي اجي لكم بعد اه راه هيدا هيدا الدار هيدا خليهم الدار الدار هذا الذوق ديال فاطمة الزهراء شوفوا قولوا لي واش زوين ولا لا، الا ما كانش عندها الذوق غادي نسولوا حنايا، غادي نحيدوا الاسئله وغادي نسولوا هذا الفيديو مشى مال جا اخر غادي نسولوا ها وليده قلنا لهم ما بغيناش نقول لكم واخا امتى على حساب هذاك الشيء اللي لقينا ديك النهار، ما بغيناش غادي نديروا غير بريل بحال شحال بحال ديما لا ما نقولش صافي وعلى الوليد يلاه سولي سولاتي وسول انا هاد كنا غادي نجاوبو اسئلتك واش صح الوليده جات اه غادي نسولوك حتى الوليد غادي نسولوك حتى قال لك دابا عادي الا درت لي كاش باش نبغي نشقى عادي الا درت لي كاش باش نبغي نشقى عادي الا درت لي كاش باش نبغي نشقى قلت لها اش قال سمي سمي اش قال سمي هذا الفيديو ما بقاش اسئله سمي اش قال اش قالت لك انا غنبغي نقرب البصله غندير لي كاش كحل مسرح البصله قالت لي بحال هكا البصله واخا تكون البصله هي كلشي قرتيها باللي قالت غتشمي ريحتها قرتيها لا ماشي على الشم هذا حيت قبيحه في الايد داكشي علاه ولا ما تغسلي لا غسلتي كاس بتي دو جافي راه ما غاتبقاش ها يعني اللي قال ما غادي ديريهاش انا بعدا ما كنشقاش باللي ولا شحال من وحده ما كتشقاش باللي ولكن قالت اليوم راه كيشقاو باللي لا حنا ما كنشقاوش باللي قالت حنا ما كنشقاوش باللي قالت حنا ما كنشقاوش باللي قالت أغلب كيشقاو بالليك ها اش قالت لك عاوتاني زيد قالت لك على الدواره من دي ما من انه ليس تمساحا عاديا انه تمساح بلوبون كينغ لا حنا ما كنشقاوش بالليك حنا ما كنشقاوش بالليك حنا ما كنشقاوش بالليك اغلب كيشقاو بالليك ها اش قالت لك عاوتاني زيد قالت لك على الدواره من دي ما نديش مسار عند الدواره كنعاف بحالك هذا وقتك انت ديروا لي مشاوي ويد 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 وانا اللي جيت بدويدي يا انا صار مولد اش قلت لك اش قالت لك عاوتاني قالت لك بنتها ما تبدلش ليها ليكم قالت لك يا خامزه ويد دابا تشي غدوي معاها غدوي ولو تقولها نحل ملي غتولد غندير لكم انا اللي غنفيلميها واخا بتليفوني غتعود ما تمسحش ليها بليكوشه ولو بيديها انا غن واش قالت نقدر سمعي سمعي وغتقدر وتفوت ماشي عاد تقول دابا كنتي كتعاني ولا لا كنتي كتعاني ابدا انت الاول كدور انا ما واش قلت لك قولها في اللايف ما تيقشي شكون كي ماما كيقرد الحمل لعائلتنا انا اللي كنت مفصل العيد هي اللي كتفصل وهي اللي كدير كلشي هاتي كنفصل ديالنا وديال عبد الرحيم خويا وديال عبد العالي خويا وديال سعاد وديال مرت با خمسه الحواله كنفصلهم في العيد الكبير كندور بالموس المقده وديك الشفره كندور على من دار لدار ما عيشنا في ديور الناس ولادي الله وحق الاولادي ديال البلاستيكه اللي قرت لك يهزوها شي قلت الحب وحق الله العيب والله العظيم اللي ما نقدرش ندير ما نقدرش نقرر البصله ولكن دابا خانزه دابا ولا كيضرني دراعي الا بقيت كندير ولو المنشار كاع وليت كيضرني دراعي يلاه ماكشي دابا قالت لي لا غادي تقول لي خالتي عادي ديري غادي ندير غادي نتعلم ماشي اه عندي حاجه غادي ندير لي دابا انا قلت لك اوليدي الا كانت معايا ولا مشيت عندها اللي ما عرفتش ليها انا غنديرها على حسب اللي كنعرفتها انا لا نتعلم ومني غتعلم راه ديك الساعه دارها راه غتعود دير العجب في دارها دابا ولات شي في اليوتيوب ولا هاد ماكلتكم في اليوتيوب عطاتيني فرصه دير العجب بالنسبه لينا حنا لا كانوا كيعلمونا والدينا نعجنوا نطيبوا ديروا الكسكسو ديروا بزاف د الحوايج دابا انتوما لا كتدخلوا ما كاين عاد بطاطا وخيزو وهذا وبانيني وورك عليها هو سخان كول داكشي وصلع عندي بلا ركبه بلا يديك ثم بعدا الا جات كورونا ثم اللي قلت ديك قولي لها ماما قولي لها ماما ما كنشقى بلا قالت لك حقا الا شقيت ايديا غيتكمشوا
ها هما مكملشي ما قلتيهاش ها ما يكونوا كيتفرجوا صحاب الله يبغوا يقولوا لك قلت لها اذا غيتكمشوا قلت لك سمع جافي اللي غيتكمشوا الليغاش كيخافوا على ايديهم ماشي قلت لك انا ايدي غيتكمشوا دابا انت غتخافي على يديك الراجل اللي كتساليه ربي ها هو عندك ديروا لي مشوي لا شهاده حافظ يعني لازم تهاجك دابا داكشي هادوك البنيات اللي باقي ما تزوجوش باغيين يبقنوا لوداتهم وعويناتهم وجيلاتهم وهادشي اللي محتفظين عليهم مادام كدير الدار ذكيه الواليده لا انا كنقول عسى انا اللي كندور على ما شفتي انا اللي كنعرف انا صافي يعني المراه ولكن حافظي على يديك حافظي على بشرتك حافظي على لا بشرتها يديها يديها مالهم لا حتى هما ثاني الا حراشو دوزتهم عليك راه غتخبش ما دوزوش عليا عطيني ابتسام ما دارت لها بحال غتجرحلك بحال هذيك تحك لك بلا حجره قالت لي تكمشوا لي لا لا ما تكمشوش العام اللي قلت الثاني ما تكمشوش وانا ما نبغيهاش ديري ها هي 70 عام اللي ديروا باقي ما تكمشوا هما باقيين 100 ناري انا مالك انت عارفين تكملوا كاع ايدينا دايرين بحال هكا وبالنسبه للسن ديالي انا خاصهم يعودوا بالكيف ايوا وجافي كتخشي في ايدك انا لا ما خص لا ما كان جافي ما يلا ايديا باقي صافي والله ما نغسلهمش لا جافي بالله زين سول انت لا باش نزيد شي واحد من هنايا لا زيد عسى قوليني عليه هو تا هو نعطيك سولي عليه سول قلت سولي عليه سولي عليه تا هو سولي عليه والله باش هذا كان قال بور عاطين ناسيل اه والله سمع الحديث هذا البول انا بنتي راه حرشه وعزيز عليا شي حاجه ولكن بالنسبه لي بنت اليوم راه شويه بني حرشه انا حنا السن ديالنا حنا ما هاد البنات راه قالت لها ماما حرشه وهي خرجت عوجه حتى ماما تبارك الله ماما صافي وهي قالت لك قلت هي كدير جيت تقرب لهاد جديتي انا كنقطع اللحم دابا بيبي كيشريوه الدراري جابوه ليا بلاصه الصاليه هذيك جابوه مفصل كنعاود بحال يلا كنفصله اللي خمو واش غنديروا في الدجاج كيفاش غنديروا في العرس واش الدجاج ولا اللحم ولا شنو لا الدجاج من هنا تما يحم الله تبارك وتعالى على جهدنا ما كتاكلي قلت لك ما نديروش اللحم على جهدنا نديروا الدجاج ما نديروش اللحم جهدنا غنديروا فاش ما سوليها ماما شكون ما كتاكلش لاحظي تلقاني ما كتاكلش كلشي ايوا هناك الله هناك الله سطون دار ما كتاكلش حاجه صافي تجيب لها بانيني كول تا وجا بانيني قلت لها نمشي لها الوالده نقولوا عادي صافي ما تشريو لا كوكوط لا بوطه لا والو علاش اش بغيت غنجيو نجيو على بانيني الصباح ثاني فطروا عند النوايره شنو البانيني باش تكون نوايره تكون نوايره المحلامه كيعمرها تا كيدير شوف كاع دينا حنا عسل دابا تشوف هادي باش تاكل من عندها العجب باينه سولي على شي حاجه كيف باش كطيب سولي قولي الحريره مناش كتكون الحريره تعرف انا كنت باقا صغيره بحال كيما عطيتها الحريره درت فيها الحلبه كيصحاب الله تيدير فيها الحلبه وحب برشاد كانت شحال كتعجبك تقريبا غتكون عادي 12 عام يا ريحه ريحه لا والله العظيم مالي صحابني شقيت انا بنت 14 15 والله تا زيد الكوزينه كنا شقاو صغار انا نقول لك انا مزيان اسمها دابا راه كنت باش غتجيب لنا الداودي في العرس داودي اه عادي سعيد دايره دي عادي عادي الداودي يا عادي الله تبارك وتعالى كيسولوا بزاف شحال غادي تعطي رصداك لان هي من الوالدين هما اللي بيناتهم داك الشيء حنا ماشي سوقنا حنا اللي عداونا اصلا ماشي سوقنا حنا هما اللي كيتشاهدوا صداق حلال قال لي واحد الدري بغينا كلب الشيء اللي بصير بنادم يبقى كامل فاتح في امه فيه الا لبسها غنلبس ولا كيلبس جيك شي صرفيطه وكوره كلشي غيبقى اش بغا يبقى لابس كيما كيمشي لابس واش بغا يكون مختار في الوالي علاه والله يجي خصني يكون مختار ويجي لابس بادري وكيطمع جاري عليه من نهار بس الكومبيوتر اير ماكس ياك انا اشتريك ستاع مع الوالي سولك الوالدة اشتريك ستاع مع ها يا الوالدة فاطمة الزهراء شي نهار جيتك ولقيتك كتناقري معاها واحنا دابا كنقولوا لك الا جيت لقيت كتناقي معاها شنو غادي تقولي لي انا ما
نطلب من الله ما نتناقش معاه ولا تناقش لا تناقشوا لا تناقش غنحل الباب ونخرج الا كانت عديتي فوتو هويشه هويشه لا ما نقدرش نتهضر معاه هادي انا بعدا لا لا ما نقدر والله الايام قديمه لا كيفاش هي بقى قديمه تقدر تناقش معاه وما يقدر لا تقدر تناقش معاه لا حاشا وحنا كنطلبوا من الله ما توصلش ليا يعني كل شيء كي بعد الخطرات كتجيك مقلقه مع راسك مع راسك كتنوض النيرفي من النعاس واش داك هذا هو ديما تقدر تنوض حتى هي كاعيا ولا نوض انا كاعيا هي ما تديش عليا ما نديش عليها وزيدون كلها وما حالها حيت عاطيكم الثقه صافي انا عاطيكم الثقه صافي وشي معززه مكرمه ولا عندها واحد الدار خازنه بريفي وتجي عندي معززه مكرمه ولا بغات تسكن معايا 100,000 مرحبا ولكن انا بغيت نعطيكم حريتكم عطينا الدار الاخرى بريفي انا بغيت نعطيكم الحريه ديالكم وتعيشوا حياتكم في نعستها الوقت اللي بغيتي خوشي خازنه واحد الدار خازناها هادشي اللي بغيت لحقاش غنبدا نقلقب لكم على دروسكم مع 7 الصباح ولا 6 الصباح ولا انتي تقول لي امك امك فاقت امك نوض امك فاقت وانا نفيقكم ايوا صافي الوالده عينا الدار من هذا المنبر هذا كنقولوا لك حتى مزالي شدي ديك الليله اخرى شدي ديك الليله صالحوا هذا مسلوح شدي ديك الليله اخرى هاجه عطينا الوالده ديك الدار ما مسلوحه عطينا قالوا قدام الناس ديك الدار عادي عليكم ها الى داك راس غنجي نمرقها فيك ولكن راه ما ديالش كلها ماشي ما غاديش كلها حنا شكون اللي بغا كلها غيخليها كلها ماشي ديالي ما عندناش كلها حنا صالحو جيتنا صالحو جيتكم وسكنوا ها ولا غادي نبنيو في السطح الفوق بنيو دابا هضرتو شي يلا بنيو في السطح شي شحال خاص باش نبنيو بعدا الا بغيتو تبرعوا ديروا الومنيوم وتفرشوا وتكادو خصكم واحد 6 المليون ولا 7 صافي صافي ايوا ما يديروا شكون هما حتى واحد صافي خوش مالك يلا حنا نسيو فيديو صافي غنساليو فيديو خوتي كنا غادي نجاوبو لكم على الاسئله ديالكم ولكن غالب الاسئله كانوا امتى 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 عطينا الوقت ديال العزف ثاني وقت ما بغيناش نعطيو لكم اخوتي باش يبقى داكشي بريفي باش ما يجيش شي واحد اللي يكون شحال لك ولا شي حاجه ديال شي غفله وفي وسط داري وفي بيتي وفي كلشي وما قدرناش واخا داكشي ديال الله تبارك وتعالى بنادم غادي من يصيب شي حاجه غيتبرمجها مع راسو غيتنيرفيها مع راسو يا راه ما كاين والو ولكن غيبقى داير بالو لقيت ما لقيتش يبقى منيرفي اللهم من الاحسن بلاش قلتها لي مدلنا قلت لهم واد راه درويش اللي جا مسكينه كتدخلو والله حتى كتدخلو قلت لي كتحشم اللي جا مسكينه كتدخلو دابا اللي شاف هذا الفيديو قال لك ماماك ما دخلتناش ولا ما استقبلتناش هنا يكتبوها لك في التعليق كتبوا خرجوا بالعربيه باش تقرا التعاليق ديالكم وشكرا لكم بزاف الا دابا مني كنصلح مرونه كنهضر مع الناس حدا الباب وناس راه الا شافوا هذا الفيديو من كازا كيدخلوا عندي مساكن كيديروا كراسه كيجلسوا حدايا دوك اعتبرنا مع عائله تما كيف نتوما عائلتنا كاملين راه كتشوفوا خوتي ستوريات في انستغرام حنا كنصلحوا في الدار المهم باش تعرفونا كنصلحوا في الدار دوزوا الانستغرام ديالي غتشوفوا ستوريات ديالي كان معكم حسن غونزاليز وخديجه الحاجه وفاشي الزايري غونزاليز حاجه صافي الدين ندناك الحاجه الحاجه معاناه ياك يلا ان شاء الله يلا وليداتي الله يعاونكم الله يسهل عليكم